للحديث عن تداعيات مجزرة منطقة جبال شمالية بابل على العراق والتناقضات بالتصريحات الحكومية وسط تحميل أهالي المحافظة المسؤولية لقوات سوات بارتكاب المجزرة، معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. مرحبا بك شيخ يحيى، ما الذي أغرى السلطة وميليشياتها في الجرأة على سفك الدماء وارتكاب هذه الإبادات الجماعية كالتي جرت في منطقة جبال شمالية بابل؟ تشييس القضاء والسيطرة على مفاصله وغياب العدالة وانحيازها لأرباب الجريمة والميليشيات وطمس الحقائق وتذويب القضايا الإجرامية والجنائية السابقة وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المجرمين إضافة لعوامل أخرى كثيرة، كل ذلك أغرى السلطة وميليشياتها في التجرؤ على سفك دماء الأبرياء وارتكاب المجازر، لأنهم قد أمنوا العقاب والخضوع لسلطة القانون، إضافة إلى لجوء من يقوم بهذه الجرائم إلى قوى ميليشياوية تستخدم القوة المفرطة لتغيير الحق إلى الباطل وابتزاز أهالي الضحايا. ففي غياب القانون والسلطة العادلة يضطر الضحية إلى السكوت عن الظلم إلى اليوم الذي يأذن به الله للانتصار بهؤلاء الضحايا الأهلية. هذه الإبادة الجماعية شيخ التي ارتكبتها قوات سوات في منطقة جبلة شمالية بابل، إلى أي مدى تعتقد أنها ستحرج السلطة أمام الرأي العام داخل العراق وخارج العراق؟ هذه السلطة والحكومات المتعاقبة من صنع الاحتلال وتكاكين الأحزاب الفاسدة لم تنحرج يوما أمام الرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي، فلقد ارتكبت المئات من الجرائم قبل مجزرة جبلة، بل إن حكومة الاحتلال وأدواتها قد وجدت من جهات وقنوات إعلامية داخلية وخارجية من تردد الرواية الميليشياوية التي تعمد على تبديل الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة. ما جرى من تصريحات حكومية بشأن هذه المذبحة يعني شيخ يحيى، هي يعني هذه تصريحات متضاربة متناقضة، إلى أي مدى تعتقد أنها نوع من التخبط الحكومي؟ التصريحات الحكومية تسعى لإشغال الرأي العام بمعلومات مضللة لتبرئة المجرمين، لكن الحقائق الدامغة وشهادة الحاضرين للواقعة ومحاولة عدد من الضباط أن يأي بأنفسهم عن هذه الجريمة جعل تصريحات الحكومة وأجهزتها في حالة تخبط وتناقض واضح. ولكن هناك خط في هذه الحكومة من المجرمين يستخدم هذه التناقضات من أجل طمس الحقيقة. طيب شيخ يحيى، كما حصل يعني هذه المذابح ليست جديدة، هناك مذابح حصلت في ديالى مثلا قبلها، هناك مذابح حصلت في محافظات أخرى من مناطق بعينها، يعني ما حصل في جبلة، هل ترى أنه ربما هذه الجرائم ستتكرر؟ مجزرة جبلة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة كما تفضلت، ما دام هؤلاء الفاسدين الجهلة يتحكمون بمصير الناس ويسعون فسادا في البلاد دون أن يرمش لهم جفن أمام دماء الأبرياء، وما زالت الميليشيات والعملية السياسية الفاسدة مستمرة، فمع الأسف إن حال البلاد من سيء إلى أسوأ، ولا نتمنى ذلك، لكن هذه هي المعطيات. ففي ظل الفاسدين تنتشر الجرائم وترتكب الحماقات. شكرا جزيلا لكم أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا.